وحالة جديدة معانا النهاردة من ضمن النماذج المشرفة، احنا ما نعرفوش معرفة شخصية، كان لازم نطلع ونديله حقه، اللي هو سيادة الرائد محمود كمال رئيس مباحث شرطة الحسينية، اللي فعلا ضابط برتبة انسان. حضراتكم فاكرين كنا اتكلمنا في احدى الحلقات عن سيادة المستشار بلال ابو السعود، وقلنا فعلا عليه القاضي العادل، واللي كان لازم فعلا نديله كل التحية وكل التقدير. النهاردة معانا فخر جديد من وزارة الداخلية، واللي هو جابر الخواطر سيادة الرائد محمود كمال. زي ما ذكرنا احنا ما نعرفوش معرفة شخصية، لكن القصة وباختصار شديد اتفاجئوا في مركز الحسينية ان في ست كبيرة في السن داخلة عليهم ومنهارة من البكاء، وقعدت تسأل انا عايزة رئيس المباحث، انا عايزة ضابط المباحث اللي هنا، لازم تدخلوني لضابط المباحث. فقولها في الدور الثاني يا ست. طلعت الست لحد مكتب سيادة الرائد محمود كمال، وبالفعل فعلا استقبلها احسن مقابلة لما لقاها منهارة من البكاء وسيدة كبيرة مسنة. طبطب عليها مالك يا ست، في ايه؟ قولي لنا ايه القصه وايه حكايتك. وهنا بيجي بقى جبر الخاطر اللي احنا بنتكلم عنه، واللي فعلا ان احنا بنقدم له كل التحيه وكل التقدير، برغم ان احنا مفيش اي معرفه شخصيه تربطنا بالرائد محمود كمال. من هنا بدأ ان هو عايز يسمع منها، طب اهدي يا ست، في ايه؟ طبعا ست مسنه وست كبيره ومنهاله فعلا في البكاء. مالك يا ست، احكي لي قصتك، في ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ طب انت عايزه تعملي محضر في مين؟ لازم تعمل لي محضر. قال لها حاضر يا ست، هعمل لك محضر. وفعلا قال لها انا هكتب لك انا المحضر بايدي، بس انت قولي لنا ايه اللي انت محتاجاه، او في ايه، او انت ايه التضرر اللي واقع عليكي. قالت له يا ابني انا ست كبيره وما حلتش حاجه من الدنيا، وكل اللي عندي في بيتي انبوبه غاز، والانبوبه بتاعتي كانت فاضيه، وخدت الانبوبه بتاعتي وطلعت بيها سبتها قدام البيت، ودخلت البيت من جوه علشان اجيب طلب، وطلعت ما لقيتش الانبوبه، لازم الانبوبه بتاعتي تجيلي، انا مش قادره يا ابني ان انا اشتري انبوبه تانيه. وطبعا بتكلمه بكل بساطه زيها زي اي ام لنا او ام مصريه من ستاتنا ومن امهاتنا، الستات البسيطه جدا، وهي بتتكلم بعفويه معاه. دق الجرس وندى على مخبر، زي ما حضراتكم عارفين الغرف بتاعه المباحث بيبقى المخبرين وامناء الشرطه حوالين منه. طلع بالفعل وقال له يا ابني انت تاخد من جيب الخاص وتروح تشتري انبوبه وتملاها حالا دلوقتي وتجيبها لي هنا. وبالفعل قدم للست مشروب علشان تهدى، وبدا ان هو يتكلم معاها، وفعلا عمل المحضر اللازم للسيده بسرقه الانبوبه بتاعتها. لكن الست اتفاجئت بعد لحظات ان الانبوبه موجوده وفي انبوبه مليانه، وكلف احد الاشخاص اللي معايا كمان في مكتب رئيس المباحث ان هو ياخدها ويوصلها بيها لحد البيت. فديت يعني لافتة طيبة جدا، وفعلا فخر لوزارة الداخلية لما يبقى عندنا امثال الرائد محمود كمال رئيس شرطة الحسينية. دي طبعا حضرتك ان انت تقدر دلوقتي ان انت تشتري انبوبة، وانا اقدر ان انا اشتري انبوبة، لكن هو في الوقت ده بص لحالة الست، الست اللي جاية منهارة فعلا من البكاء علشان خاطر ان هي مش هتقدر تشتري انبوبة غاز تانية. فده من باب جبر الخواطر، فكان لازم نطلع ونعلق، وكان لازم فعلا نقدم له كل التحية وكل التقدير. شابوه فعلا الرائد محمود كمال.